منذ الأمس هنالك تساؤل يبقى بلا إجابة واضحة، لماذا عاد هوكستين مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن دون المرور بلبنان؟ يعني هل الآن لا يعلو صوت في الولايات المتحدة الأمريكية على صوت الانتخابات، أم أن الرجل وصل إلى نتيجة مفادها طلبات إسرائيلية مرتفعة لا يمكن أن توصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان؟ مساء الخير لك ولمشاهديك. يبدو بالنسبة إلي أن أموس هوكستين ربما أدرك من رحلاته لتل أبيب وكذلك لبيروت أنه لن يكون هناك إمكانية لتأمين هذا الاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية. أنا واثق بأنه سيضعف جهوده بعد الانتخابات للتوصل لاتفاق، لكن ما يزال الطرفان بعيدين. رأينا بعض التسريبات التي ظهرت في وسائل الإعلام قبل يومين والتي أفادت بالتباعد بين الطرفين. يبدو أن حكومة لبنان لن تتمكن من التوقيع على الاتفاق المشاع، لكن هناك إلحاح على تطبيق القرار 1701، وبالتالي لن يكون هناك رحلات أخرى لهم. ولكن الإلحاح هو إلحاح لبناني فقط، لأنه إسرائيل تطالب الآن بما هو أبعد من 1701، حرية الحركة للجيش الإسرائيلي بلبنان حال حدوث أي خروق، تواجد ربما أبني على الجنوب، استبدال اليونيفيل بقوات أخرى لا يعلم ما هي هذه القوات حتى اللحظة. بالتالي الإلحاح هو لبناني فيما يتعلق بال1701. أين تقف واشنطن من الطلبات المرتفعة إسرائيليا والطلبات المستندة على القرارات الدولية للبنان؟ نعم، أرى أن واشنطن لها كذلك مشكلة في تلك الطلعات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وهذه الطلعات تسعى إلى تمكين إسرائيل من استهداف سوريا، لأنه ليس هناك طريق لهم غير الأجواء اللبنانية. ولكن هناك آلية في مسودة القرار الأمريكي، أي يكون هناك قوة لمراقبة ما يحدث تكون أفضل من اليونيفيل. فهذه البعثة كانت قد صممت من أجل مراقبة ما يحدث في جنوب الليطاني، وفشلت هذه القوة بشكل ذريع، والقوات اللبنانية لا تلعب دورها في تطبيق القرار 1701، بل إنهم ينسقون مع حزب الله من أجل عرقلة عمل اليونيفيل. بالتالي ليست فقط إسرائيل وإنما أمريكا والمجتمع الدولي، الكل يفهم بأن اليونيفيل ستفشل مجددا إلا إذا كان المراقبون يراقبون فعلا ما يحدث. هناك آلية يجب إنفاذها لضمان أن اليونيفيل والقوات اللبنانية تلعب دورها. هذا لم يحدث مؤخرا، ولذلك فإن تعريف هذا الجنون الذي يحدث سيظل حاصلا، لأنه ليس هناك مخرجات. لابد من إحداث التغيير لضمان أن تفويض اليونيفيل يجدي. وما التغيير اللازم في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع جبهة لبنان والتصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله بعد الانتخابات؟ لأنه الجميع الآن يقول سيعتمد الأمر على نتيجة الانتخابات. ماذا لو عاد الجمهوريون للبيت الأبيض، وما التغيير الذي سيحدث في الاستراتيجية الأمريكية حال بقي الديمقراطيون هناك؟ في رأيي إذا أعيد انتخاب الرئيس ترامب فإن الضغط لتطبيق القرار 1701 سيكون أشد، وسيكون هناك إدراك أكبر
هذا الوضع الذي لا يحتمل لوجود حزب الله في الحدود إسرائيل والتهديد المستمر باحتلال الجليل كما فعلت حماس في 7 أكتوبر. وبالتالي يجب أن يكون هناك صرامة في تطبيق القرار 1701، وربما يجب الدفع بقوات اليونيفيل والقوات اللبنانية أن تفعل ذلك. في إدارة ترامب سيكون هناك نقاشات حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل دعم قوات لبنان، وبالتالي ستراجع أشياء عديدة على مستوى التعامل مع النظراء. ومع ذلك يمكن أن نرى أن المقترح الخاص بوقف إطلاق النار يشير بأن هناك توقعات بأن حكومة لبنان والقوات اللبنانية تبذل جهدا أكبر ليس فقط على مستوى تطبيق 1701، وإنما لتصبح دولة ذات سيادة وتؤمن حدودها حتى تكون كل الأسلحة لميليشيات إيران غير محفوظة. هنا سيد شانكر حول مسألة سيادة الدولة، هذا كان تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إحدى تصريحاته أنه يجب أن يكون ما يهم إسرائيل، أولوية إسرائيل في أي مباحثات، تأمين حدودها الشمالية وليس التدخل في الواقع اللبناني الداخلي. اليوم تتحدث إسرائيل عن 1559 وهو قرار يتعلق بحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية اللبنانية بيد الدولة وتجريد كل المجموعات المسلحة الأخرى منه. يعني ألا تجد أنه هذا يعد تدخلا آخر في شؤون لبنانية مدعوم أمريكيا هذه المرة؟ حسنا، أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وظاهريا الأمم المتحدة، فهي قالت إن القرار 1559 هو فكرة جيدة، لكننا نتحدث عن قرار أممي في نهاية المطاف، وهو يقول إن كل الميليشيات يجب نزع سلاحها، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحيل إلى هذا القرار وكذلك إلى مسودة المقترح لوقف إطلاق النار. لكن المطلوب في الواقع هو الدفع في اتجاه تطبيق حرفي ل 1701، وهذا يحتم أن يكون هناك تأمين لحدود البلدين. سمعنا من وليد جنبلاط كذلك أن لبنان لا يجب أن يهيمن عليه من قبل إيران، ولذلك ليست إسرائيل التي تقول هذا، وإنما وليد جنبلاط، وعلى غراره الكثير من اللبنانيين يقولون هذا. سمعنا نجيب ميقاتي ورأينا لغة جسده عندما التقى مع وزير الخارجية الإيراني. ميقاتي كان يهدد مع نظيره الإيراني أن لا يحاول تغيير الوضع القائم في لبنان. أرى أن إسرائيل تريد تطبيق 1701، في نهاية المطاف هذا سيكون منوطا بحكومة لبنان. في الوقت الحالي الذي تفعله إسرائيل في لبنان هي تطبيق القرار 1701 نفسه. الآن في أخبار عاجلة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يبدي تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية، ويقول إن نتنياهو رفض خارطة الطريق التي تفاهمنا عليها مع المبعوث الأمريكي أموس هوكستين، وهوكستين لم يتواصل معنا منذ أن غادر إسرائيل. يعني كيف يمكن أن نفهم أن هنالك خارطة طريق، إطار عام لاتفاق يتم التفاهم عليه لبنانيا وأمريكيا وغير مقبول إسرائيليا، وتطرح الآن تروح بسقوف مرتفعة للغاية وبطلبات مرتفعة بالغاية كما تقول طبعا الوكالات؟ هذه آخر الأخبار التي خرجت من لبنان الرسمي قبل قليل. نعم، أعتقد أن لبنان نفسه رفض عددا من عناصر مقترح هوكستين، وعندما نسمع أنه ليس هناك رغبة في تطبيق 1701 نحن نفهم لماذا. لكن لبنان كان قد وافق على تطبيق 1701 ولم يطبقه قط. إذا كنت طرفا إسرائيليا سأحرص على أن يكون القرار 1701
مطبقا في هذه المرة حتى لا نجد نفسنا في نفس الوضع الذي كنا فيه قبل 16 عاما. ولذلك نبيه باري عندما يدلي بهذه التصريحات هو يلوم إسرائيل. ونبيه باري في رأيي وحكومة لبنان عموما عليها أن تنظر إلى نفسها وترى ما إذا كانت تريد أن تبقى دولة فاشلة مهيمن عليها من إيران. هناك فرصة الآن مع كون حزب الله قلصت قدراته بعد استهدافه لإسرائيل وتقويض إسرائيل لقدراته. ويمكن للبنان أن يختار الآن بين تطبيق القرار 1701، وإذا لم يفعل ذلك فإن إسرائيل ستواصل القتال في لبنان كما عملت في سوريا منذ 2013، لكن هذا سيكون خيار للبنان. يعني على كل على صعيد التصريحات، أقله لبنان يؤكد التمسك بال 1701، وهو ما أكده بري قبل قليل أنه هنالك ثوابت بالنسبة للبنان أهمها 1701، ويبقى الآن الانتظار للموافقة الإسرائيلية على العودة إلى هذا القرار كأساس للتهدئة. على كل حال شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى السيد ديفيد شانكر على هذه الإيضاحات.